نوصل للفقرة الخاصة بمركز الأمم المتحدة للإعلام ببيروت. بينضم لنا لكن إبراهيم سماحة مؤسس مهرجان كابريولي فيلم فاستيفال، تنحكي بإطار هالفقرة أكثر عن هالمهرجان لمركز الأمم المتحدة للإعلام ببيروت، كان كمان بتعاون للسنة الثانية من خلاله. إبراهيم نحن سعيدين جدا أنك معنا اليوم تنضوي أكثر على هالفستيفال اللي كان عم بيصير الأسبوع الماضي بسبعة ثمانية وتسعة حزيران. 100%. منعرف انه هيدي الدورة الستعش من المهرجان، وكانت انطلقت الفكرة بعام 2009. خبرنا اكتر عن الانطلاق وكيف بلشت فكرة مهرجان كابريولي. هالسنة يعني هاي الويك اند خلصت سنة 16 للكابريولي في الفاستيفال. نعم. هو مهرجان متخصص بالافلام القصيرة. وهو فيستيفال تيماتيك، يعني كل سنة منطرح موضوع وحوالى هذا الموضوع بيتم، يعني بنستقبل افلام وعلى اساسها بنعمل سيليكسيون على كذا فيلم لثلاث ليالي. السنه وصلنا 3500 فيلم، انعمل سيليكسيون على 37 فيلم. بس الشيء المميز هالسنه كان انه الفستيفال مش بس ببيروت، كان بعشر مناطق بنفس الوقت نفس اللحظه. نعم. عم يمشوا مع بعضهم. كنا هيدي الفكرة الأساسية، يعني الناس يلي ما رح ينزلوا على بيروت وعندهم حشرية يشوفوا هذا النوع من الأفلام، أو ما عندهم الأوبورتونيتي يقدروا يكونوا مشاركين بهذا النوع من المهرجانات، نحن رحنا على بيوتهم وشاركناهم كل الأفكار يلي عنا إياها من خلال السينما. نعم، وهذا اللي كنت عم بذكره كمان قبل اتصالنا، انه فعلا شيء كتير حلو انه رحتوا على مناطق مختلفة ومتنوعة. وخبرنا هون كيف، يعني شو اللي ساعدكم انكم تكونوا موجودين بكل هالمناطق بهالوقت القصير؟ هلا منا كتير هينة تقدر تدرمجي منطقة وحدة يلي كنا أكيد. نعملها دايما ببيروت. بس انه اشتغلنينا على اشهر وعلى كوميونيكاسيون. هلا في تعاون كثير جدي كان بينه وبين بلديات. نعم. وبين مواقع ثقافيه، يعني كان عن جد التعاون عندهم خبرات كمان وبدهم يكونوا انتجريب قلب هذا الايفنمان. نعم. اللي هو رح يكون مشارك بعده مناطق، حتى مع فيلم فيستيفال كنا مشاركين مع بعضنا. نعم، وإن شاء الله منشوف هيدا الشيء أكيد بمناطق أكتر السنة اللي جاية. كتير حلو دور البلديات وكيف عم بيركزوا خصوصي خاصة بهالظروف على مواضيع ثقافية وفنية من هالنوع. إذا بدي أرجع شوي على موضوع هالسنة من الفاستيفال وهو الآخر، خبرنا أكتر عن هالموضوع وتفاصيله وليه اخترته. هلا رح أقول لك كيف المواضيع هيك، مش انه ورا بعضهم، بس انه بعض المواضيع اللي اخترناها عبر السنه. نعم. يعني في مرات كنا عم نعمل عن الترافلر، عن الفريدوم، هدول التوبيك يلي كانوا عن الانتود، القصص اللي من قالت، عن القصص اكزيستنشال، عن قصص ويرد. هذيك السنه كانت هوم. نعم. هالسنه كانت ذا اذر، على اساس شو الموضوع يلي عن جد بحاجه نقدر نحكي فيه بين بعضنا. المهرجان بيختار تيم بيكون أكثر هو حاجة نقدر نطرحها. وبتعرفي نحن بيصلنا أفلام من خلال كل العالم. منشوف عدة point of views. نعم. من خلال هذا التيم، يعني منشوف التلياني عنده مختلف عنا وبيحكي عن زيت التوبيك. حتى إن كان لبناني بس مخرج عنا كان 10 أفلام لبنانية كانوا مختلفين عن بعضهم من خلال تناول ذات الموضوع. نعم نعم، حلو كتير فعلا، هيك بيكون في يمكن وجهات نظر مختلفة ودايما في شيء حلو، إذا بدنا نقول بحمس إنه نكون عم نتعرف على الآخر بمواضيع مختلفة بنواحي مختلفة. هون كمان كيف كان تفاعل الجمهور اللي كان عم بيكون موجود بهالأيام المختلفة من المهرجان، وخاصة بالمناطق اللي خارج بيروت بما إنه هيدي السنة الأولى اللي بينوجد فيه؟ يعني هل كان في مشاركة كبيرة، تفاعل كبير مع الجمهور؟ هلا لحالك صراحة بأول نهار
ما كان في، كان في تفاعل 60% بس، كنا متوقعين 100%. نعم بس ببقيه الايام، لانه هو المهرجان ببلاش، هو وال وال يعني ما في شيء فيه بيندفع، كل شيء فور فري. حتى بنعمل بارالل اكتيفيتيز اللي هن ورك شوب، او ان كان سيمينار، او ان كان حتى جايد تور بقلب المدينه. بقى نحن بنكون عم نعرف على مدينته، واللي بيجوا اساسا كمان الناس السياحه، السياحه الداخليه عم نحكي، بيتعرفوا على مدينه ثانيه او على ضيعه ثانيه، والعالم ساعتها بتعرف الابروتش، لانه بيفكروا كل مهرجان دائما لازم يكون بمصاري او بطاقات، او مثلا قديه العمر يلي بده يكون. منشان هيك اليومين الثانيين كانت افضل بعد بكثير، بس 60% كانطلاقه رائعه. أكيد، وإن شاء الله بالسنوات القادمة هيك بيكون صاروا يعرفوا أكتر يعني بتفاصيل هالفستيفال، خاصة عم بحكي المناطق خارج بيروت، وبيصير في مشاركة أكتر. شو بتوعدوا المستمعين للدورات اللي القادمة من هالمهرجان؟ هلا قبل المستمعين نوعد حالنا إنه نقدر نكمل المهرجان إن شاء الله. أكيد أكيد، وهيدي الشيء الأساسي، يعني نعم. نقدر ما نخذل حالنا ونقدر نكمل المهرجان. هلا الظروف كمان يلي نحن على الجميزه وعلى درج مرن اولى الاساس الفيستيفال، يعني قطعت كورونا وقطع الانفجار وكملناه فيزيكال هوني، يعني ما بتخيل بعد في شيء صعب اكثر واحد من هيك. فعلا فعلا، يعني رغم كل هالظروف رجعتوا كملتوا مثل ما عم بتقول الفيستيفال، وأحسن يمكن من السنوات اللي كنتوا تقوموا فيها قبل. فإن شاء الله بنتمنى إنه يكمل بهالطريقة، وكل سنة عن سنة كمان يكون عن نطاق أوسع وعن نطاق مشاركة أكبر. إن شاء الله. إبراهيم سماحة، مؤسس مهرجان كابريولي فيلم فاستيفال، بشكرك كتير على وقتك معنا اليوم، ميرسي كتير لإلك. ونحن بانتظار أكيد الدورات اللاحقة من هالمهرجان. نحن هلأ عم نشتغل على الدورة الجديدة، هلأ يعني عم أوكي بحكيكي وأنا بالجميزة بالمكتب عم نعمل بروبوزل لسنة الجاي بلشنا. خي هيدي فينا ناخدها، لكان هيك نص وعد إذا بدي أقول. يعني في عم نشتغل، نحن نتمنى بنشتغل. لكم كل التوفيق. ميرسي كتير، كلك ذوق، شكرا يعطيك كتير العافية. لك، باي. ثانك يو، باي باي. كنا مع الفقرة الخاصة بمركز الأمم المتحدة للإعلام ببيروت.